عاجل، الحكومة الإثيوبية بتعلن إفلاسها رسميا وفشلها. بننشر لحضراتكم التفاصيل. واتصال عاجل من الرئيس السيسي لوزير الدفاع السوداني، وصدمة، تفاصيل حريق ضخم شب في مركب على النيل. وننشر لحضراتكم آخر التطورات الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلكم أهم الأخبار أول بأول، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، الحكومة الإثيوبية تعلن إفلاسها رسميا وفشلها. وأعلنت وزارة الري الإثيوبية في طلب مثير للجدل عن إطلاق منصة رسمية للتبرع لسد النهضة، وذلك للمساعدة في استكمال مشروعات السد غير المكتملة، داعية الإثيوبيين للمشاركة في مسيرة بلدهم وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. قالت الوزارة الإثيوبية على موقع التواصل تويتر: كن جزءا من صناعة التاريخ، اترك بصمتك لهذا الجيل والأجيال القادمة. اطلع على موقع التمويل الجماعي EEB. شكرا لجميع الذين دعموا حتى الآن. يأتي ذلك فيما أعلنت إثيوبيا استعدادها لاستئناف المحادثات للتوصل لاتفاق مربح لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التوقيع على اتفاق نهائي، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية اللي اسمها دينا مفتي. أعرب المفتي عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع دولتي المصب وتحديدا مصر والسودان في أي وقت تقرره قيادة الاتحاد الإفريقي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، مصر والسودان بيصروا على توقيع اتفاقية ملزمة قانونا بشأن ملء وتشغيل السد المثير للجدل لتأمين حقوقهم في حصة المياه. مفتي جدد خلال مؤتمر صحفي موقف إثيوبيا من إبلاغ مصر والسودان بالملء الثاني للسد في سياق تبادل المعلومات حول الموضوع. دينا مفتي كذب وقال إن الملء الثاني الخزان السد لم يضر بدول المصب بل كان مفيدا للسودان. في وقت سابق قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن سد النهضة سيظل مصدرا للتعاون بين الدول المشاطئة لنهر النيل بما في ذلك دول المصب. في رسالة مكتوبة باللغة العربية على حسابه على تويتر قال أحمد إن إثيوبيا قامت بملء السد بطريقة لا تضر بشكل كبير دول المصب. إذن يعني إثيوبيا ما عندهاش فلوس تبني السد مرة أخرى، فأطلقت يعني المنصة اللي اسمها EEB لقيام الإثيوبيين بالتبرع لهذا السد، سد النهضة الإثيوبي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. واتصال عاجل من الرئيس السيسي لوزير الدفاع السوداني. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة بالسودان، تبادل الرئيس السيسي والبرهان خلال الاتصال التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، كما أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. المصدر معانا كان من RT. بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا اتصال الرئيس السيسي بالفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ده بيأتي بسبب اكيد يعني بنسبة 100% موضوع سد النهضة والتهنئة بعيد الاضحى المبارك. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وصدمة، تفاصيل حريق ضخم شب في مركب على النيل. نجح رجال الإطفاء في إخماد حريق شب في مركب على النيل بالقرب من جسر الجامعة اندلع مساء السبت. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مركب نيلي. على الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء مع الاستعانة بلانشين إطفاء من النيل لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه. حسب الصحف المحلية، كشفت المعاينة الأولية عن أن النيران التهمت الطابق العلوي
للباخرة المخصصة لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على المركب، ويرجح أن يكون سبب الحريق هو بسبب التماس في الكهرباء. المصدر معنا كامل اليوم السابع وفيتو، الحمد لله تم يعني السيطرة بنجاح على الحريق من قبل الدفاع المدني ومراكب ولانشات يعني مخصصة للإطفاء. أترك لحضراتكم التعليق، والحمد لله أنها جت على خير، والحمد لله النيران يعني ما أكلتش المركب كله الحمد لله. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وننشر لحضراتكم آخر التطورات الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجميلة آخر تطورات الحالة الصحية لها، لافتا إلى أن حالتها مستقرة. خلال تصريحات تلفزيونية أشار وائل عبد العزيز إلى أن الأطباء أكدوا أن شقيقته الفنانة ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام. أكد وائل أن حالة ياسمين أفضل ولكنها ما زالت مريضة وتحتاج لدعاء محبيها. وضح أن شقيقته أجرت عمليتين جراحيتين والموضوع مؤلم بعض الشيء، وأن زيارة شقيقته ممنوعة، لكنه يزورها باستمرار ويتناوب في المكوس معها نافيا ما تم نشره عن دخولها في غيبوبة. كما لفت إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث حول هل هناك خطأ طبي أم لا، وأضاف ما أقدرش أقول واللي يهمني أنها تطلع من المستشفى. كما رد شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ما أشيع حول خلافاته معها قائلا احنا اخوة ومفيش بيننا اي خلافات، الموضوع كبر زيادة عن اللزوم، الخلافات راحت لحالها وده وقت لازم اقف فيه جنب اختي. ياسمين قوية وقادرة على تجاوز ازمتها الصحية والعودة بسلام لحياتها وعملها وجمهورها. مصدر معانا كامل الوطن، ربنا يقومها بالسلام ان شاء الله. يعني ياسمين عبد العزيز فنانة كبيرة وعظيمة وجميلة، ربنا ان شاء الله يقومها بالسلامة. ننتقل مع بعض الخبر الأخير وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهيدة الفيزياء. مع الساعات الأولى من صباح السبت وبعد انقضاء أجازة عيد الأضحى، استعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الفيزياء مثله مثل أي امتحان مروا به سابقا، لكن أمس كان مختلفا في حياة الطالبة منارة التي توفت قبل دخول لجنة امتحان الفيزياء بدقائق في المنوفية. صدمة وذهول وارتباك وتوتر، أجواء صعبة عاشها طلاب قرية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف صباح أمس قبل امتحان الفيزياء ولحظة إغماء طالبة تدعى منار في مدرسة نصر عبد الغفور ليكتب لها القدر نهاية حياتها قبل دخولها امتحان الفيزياء. القصة وقعت في قرية كفر بالمشط في المنوفية حين ذهبت الطالبة منار ميم سين 17 سنة لأداء امتحان الفيزياء، وقبل ربع ساعة من دخول لجنة الامتحان تعرضت الطالبة منار لحالة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام. البعض اعتقد أنها مجرد حالة إغماء ورهبة من أجواء الامتحانات والتوتر الذي يعيشه طلاب الثانوية العامة، لكن جاءت المفاجأة حين أعلن الأطباء في مستشفى منوف وفاة الطالبة منار بسبب أزمة قلبية تعرضت لها قبل دخولها امتحان الفيزياء أمس. ندعي لها بالرحمة، ربنا يرحمها إن شاء الله ويصبر أهلها. ويعني رسالة للأهالي، أتمنى أنكم ما تضغطوش على أولادكم، يعني أولادكم أصلا في ضغط وستريس عالي جدا بسبب امتحانات الثانوية العامة وبعبع الثانوية العامة زي ما بيقولوا. ربنا ينجح إخواتنا وأولادنا إن شاء الله جميعا بإذن الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ونشرة أخبار أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.